عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق جرد من الترشح لأي منصب سياسي لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات في البلاد بأنه متورط في ممارسات فساد بعد تضليل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء وجوده في السلطة. في التفاصيل، اتهم خان وهو في العقد السابع من عمره بإساءة استغلال ولايته التي استمرت منذ العام 2018 إلى العام 2022 لشراء وبيع الهدايا التي بحوزة الدولة والمستلمة خلال زيارات رسمية للخارج وتزيد قيمتها على 140 مليون روبية باكستانية، أي ما يعادل 635,000 دولار. ولكن خان أنكر التهم الموجهة إليه، وأكد محاميه أن الحكم غير قانوني وغير دستوري وسيستأنف. رئيس الوزراء شهباز شريف رحب بالحكم، ما دفع بمناصري خان إلى قطع الطرق الرئيسية احتجاجاً على القرار في مختلف المدن. وأعلنت شرطة إسلام أباد أن عناصر أمن العاصمة في حالة تأهب قصوى. محاسن حدارة، العربية.